مونولوج النهاية هو نهاية الفصل الأخير في المسرحية، وحطلب منك إنك تقفي على المسرح وتقولي مورال لجمهورك. هتكلميهم بصدق ومن قلبك، وهتقول لهم شيء بيعني لك. عايزة تقوليه؟ الحياة ما بتشبه الدراما بتفصيل إنه في كومبارس. أنا برأيي الحياة ما فيها كومبارس، كلياتنا أو كل واحد فينا هو بطل بقصته، بطل برحلته. هي الرحلة يلي هي هيك مثل لمح البصر، وبنفس الوقت بطيئة ومؤلمة، بس بغض النظر عن ألمها أو عن تعبها أو عن صعوبتها أو عن جمالها، الأحلى إنها تنعاش مثل ما هي، إن نترك فيها أثر. وأنا هذا كل طموحي، إني أترك بصمة، أترك أثر، أترك عطر جميل، أكون أنا بطلة القصة وبطلة هالرحلة. أكبر طموح عندي من لما كنت صغيرة ولهلأ ولبعدين، إني أنا شوف بعيون ماما وبابا نظرة الفخر، ويلي لهلأ هي النظرة حاضرة معي بكل لحظة، وصوتهم وهن عم يدعولي على الباب ما بتفارقني لحظة. هذا أكبر طموح عندي، أني يكون الطفلة، أني يكون الابنة، أني يكون الزوجة، أني يكون الأم، أني يكون التلميذة اللي ما بتشبع أنها تتعلم وتعرف، أني يكون الآثارية يلي بتعرف معنى الأرض، بتعرف تاريخها وحاضرها ومؤمنة بمستقبلها، وكون الممثلة الشغوفة العاشقة والمجنونة.